حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. استمر انخفاض الدينار مقابل الدولار في أسواق بغداد وفي كردستان العراق، وسجلت كل من بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سعر صرف بلغ 152,500 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي. أما أسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151,500 دينار لكل 100 دولار. وفي أربيل بلغ سعر البيع 152,300 دينار وسعر الشراء 152,200 دينار مقابل كل 100 دولار. حمل وزير مالية كردستان العراق حكومة بغداد مسؤولية رواتب الموظفين في كردستان العراق، وأكد الوزير أن حكومة كردستان نفذت مطالب الحكومة في بغداد بما فيها إيقاف تصدير النفط لعدة أشهر، لكن حكومة بغداد لم تفي بالتزاماتها في المقابل على حد قوله. وأكد أنه ليس هناك سبب يمنع الحكومة من إرسال أموال إلى كردستان العراق. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العراق خفض حيازته من السندات الأمريكية إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2023. وقالت الوزارة إن العراق خفض حيازته من السندات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وابتداء من كانون الثاني ولغاية شهر أيار بمقدار 8.5 مليارات دولار، ليصل إلى المرتبة 36 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الأمريكية، والبالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول، مشيرة إلى أن العراق جاء رابع أكبر دولة عربية في أكبر حيازة للسندات الأمريكية بعد السعودية والإمارات والكويت. أعلنت إدارة المعلومات أو معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي، وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 259,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 116,000 برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه معدل 134,000 برميل في اليوم الواحد. بلغ عدد السياح العراقيين في تركيا أكثر من 1,200,000 سائح في العام 2022 بحسب وزارة الثقافة والسياحة التركية. وقالت وزارة الثقافة والسياحة في تركيا إن عدد السياح العراقيين لتركيا بلغ في عام 2022 1,208,859 سائح، مشيرة إلى أن السياح العراقيين وصلوا بطرق مختلفة جواً براً وبحراً، موضحة أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح في منطقة آسيا باستثناء سوريا، وذلك لعدم وجود إحصائية خاصة بها، تليه السعودية والأردن والكويت. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.